صباح الخير يا هبه، ازيك؟ كل سنه استاذ خالد. صباح الخير. نقول دكتور خالد ولا استاذ خالد؟ مكتوب دكتور والله. لا لا مفيش مشكله، فال حلو يعني. عامة فال كويس. انت دكتور احصاءات اصلا يعني مش محتاج اللقب والله. بس هو مهندس. خريج هندسه، مهندس كمبيوتر. طيب احنا عندنا جميل، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاحصاءات، نشكرك الافاده يا استاذ خالد، طلعت دائما كده كده يعني دكتور احصاءات. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين، ومعلش